السلام عليكم. حضرات السيدة والسادة، باسمكم جميعا الكلمة للسيد عادل صاحب الجلالة على إقليم فحص أنجرة ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، فليتقدم مشكورا. يوم السعيد الذي نخلد فيه الذكرى 18 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطت لقبها صاحب الجلالة الملك محمد السيد الله ونصره في خطابه السامي لتاريخ 18 ماي 2005، بحيث ترتكز ذكرى هذه السنة على حصيلة منجزات ومكتسبات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، والتي تتضمن من خلالها العمل على 4 برامج أساسية تصب في مجموعها إلى التخفيف من العجز الاجتماعي بتوسيع دائرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من هشاشة قصوى أو في وضعية إعاقة. كما تميزت المبادرة بنهجها القائم على مبادئ الحكامة الجيدة المبنية على التشاور والمشاركة والتعاون. كما ارتكزت هذه المرحلة على إعطاء أهمية قصوى ومتجددة للنهوض بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات لخلق فرص الشغل. احنا اليوم حاضرين في الذكرى ديال المبادره الوطنيه للتنمية البشريه، الذكرى 18. احنا الحمد لله كجمعيه وكبنا هذه المبادره من المراحل ديالها الثالث، استفدنا منها في المرحله الاولى بالتجهيزات الاداريه وبالماكينه ديال الخياطه وديال الطرز، في هذه المرحله اللي فاتت عاود استفدنا بالاصلاح ديال المقر والدعم التسيير، وهذا العام عاوتاني استفدنا من تتمة الاصلاح ديال المقر والدعم التسيير. الحمد لله يعني المبادره عطات واحد الافق كبير لواحد المجموعه ديال الناس، هاد المستفيدات اللي كيتعلموا عندنا في المركز الخياطه والطرز والتنبات والرندا، استطاعوا انهم ياخذوا دبلومات، وديك الدبلومات انهم استطاعوا يعملوا مقاولات ديالهم ويحققوا الاهداف اللي كانوا باغيينها ويندمجوا في سوق الشغل. احنا اليوم شاركنا بهذا المنسوج ديالنا، عندنا الجبن، الزبده والسمن واللبن، والمهم هذا المنسوج ديالنا ديال المحل التعاونيه. احنا يلا بدينا دابا في بدايه المشروع، والحمد لله يعني كنشكر السيد العامل اللي كيدعم الشباب ديال اقليم فحص انجره بالخصوص، والمهم والشكر جزيل لكل من ساهم في هذا المشروع. احنا اليوم متواجدين بمقر عمالة اقليم فحص انجرة بمناسبة تخليد الذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يعني من خلال العروض اللي كانت خلال هذا اليوم هذا، نقدر نقيم الحصيلة ديال المرحلة الرابعة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كحصيلة جد إيجابية، باعتبار أن جل المشاريع هي مشاريع اللي ناجحة ومشاريع اللي كت تصب في التنمية الحقيقية، التنمية البشرية ديال داخل الإقليم، وكنشوفوا الواقع ديال على الساكنة وواقع جد طيب، ويعني الحصيلة كانت جد إيجابية، وكانت عندنا شهادة حية من طرف واحد لوكوب اللي جا هو السيد الزوجة ديالو جايبين المولود رقم 1 للسفر من الخدمات ديال دار الأمومة، وعبر على الفرحة ديالو والرضا ديالو، وكيتمنى هو كذلك حنايا الاستمرارية لهذه المشاريع اللي كتساهم في التنمية الحقيقية ديال الإقليم. أتكلم كمسير لدار الطلبة القصر الصغير. دار الطلبة الحمد لله كتمتاز ومتميزة، لا من ناحية ديال التجهيز ديالها ومن ناحية ديال الأطور ديالها الإدارية والتربوية،
وكذلك انه هادشي هذا كامل حال كيرجع الفاضل الاستفاده الدائمه والمتواصله ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه باقليم فحص انجرة، بحيث ان الدعم الوحيد اللي هو بقى معنا بطريقه رسميه وخاصه في اطار البرنامج الرابع، حيت هاد السنين الثلاثه 2019 2020 2021 2022 وخاصه 2020 كانت ديك الجائحه ديال كوفيد، وكانت توقفوا بعد الداعمين توقفوا، الا المبادره الوطنيه بقيت معنا وبقيت مسانده لنا بفضل المجهودات المبذوله من طرف السيد عامل اقليم فحص انجره. احنا اليوم جد مسرورين بوجودي بالعماله ديال فحص انجره في اطار في عيد المبادره. احنا شاركنا بالمنتوجات ديالنا المحليه نسيج تقليدي، وجينا هنا باش نبينوا المنطقه ديالنا بالاشياء اللي كيبتكروها النساء والفتيات القرويات. الحمد لله هادشي داز في المستوى، وكنشكر السيد العامل على كل المجهودات اللي كيقدمها للمراه القرويه والفتاه اللي هي ما كانتش كتبان، الوجود ديالها ما كانش كاين، والحمد لله اليوم بفضل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه خلقوا مراكز للتكوين النساء الفتيات، وهادشي كيفرحنا وشكرا جزيلا. اليوم كنحتفلوا بذكرى 18 ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كنشكروها على هذه المبادره ديالها ديال اليوم لحسب جمعتنا وخلتنا نتلاقاو مع اعضاء ديال الجمعيه مع المراكز مع سيد العامل، وخلونا اننا نطرحوا يعني المشاريع ديالنا والورشات ديالنا ونقدموا الاعمال ديالنا اللي كنعملوا في المراكز ديالنا. وكنشكر سيد العامل على وسائل النقل اللي عطى المركز ديالنا تكوين وتقويه قدرات النساء وشباب البحراويين، وسائل النقل المستفيدين اللي قانطينا بالدواور البعيده. اتفاقيه شراكه وقعها السيد مدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه تسيير وحدات التعليم الاولي تشمل 136 قسم باقليم الفحص انجره. السيد عامل اقليم الفحص انجره والسيد المدير العام للمؤسسه المغربيه لوزاره التعليم